السلام عليكم. إذا كنتم تهتمون بأخبار الساعة وأخبار المشاهير والرياضة فهذه قناتكم، فإذا كنت أول مرة تشاهدني وأعجبك الفيديو المرجو ترك تعليق محفز ولايك للفيديو والاشتراك ليصلك كل ما هو جديد. طعنة قاتلة تنهي حياة مشجع لفريق الجيش الملكي. توفي مشجع لنادي الجيش الملكي أمس الأحد، وذلك بعد تعرضه لطعنات قاتلة على مستوى حي المنزه بسيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات. ووفق المعطيات المتوفرة فإن الضحية يدعى عين ميم من مواليد سنة 2004، تم الاعتداء عليه من طرف جماهير كانت قادمة من المحمدية وفي طريقها إلى فاس. وحسب مصادر مطلعة فإنه تم رصد الشاب وهو يرتدي زي فريق الجيش الملكي، حيث قامت جاني جونات بطعن الضحية ليسقط سريعا وتم نقله إلى المستشفى قرب تيفلت. واستنفرت عناصر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات عناصرها ووسائلها بالإضافة إلى التنسيق مع باقي القيادات المجاورة للإقليم لتعقب مرتكبي هذا الفعل الإجرامي. واستنفرت عناصر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات عناصرها ووسائلها بالإضافة إلى التنسيق مع باقي القيادات المجاورة للإقليم لتعقب مرتكبي هذا الفعل الإجرامي، حيث أسفرت هذه الجهود في إيقاف المشتبه بهم على مستوى عين عرمة بإقليم مكناس.